عرض موسيقي راق ومميز بكل ما تحمله الكلمات من معان ودلالات، أحيته جوقة سراج الراموية في قاعة سينماتيك أم الفحم، وتحت عنوان عرض الست لأجمل ما غنت كوكب الشرق أم كلثوم. حفل سبقه جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لإقامته ودعوات لمقاطعته. عرض رائع وراقي من فرقة سراج من الرامي. الحقيقة أنا يعني الضجة اللي صارت بريت القاعة، اللي إن كانت عنف تهديدات وأي شيء تاني، طبعا إحنا لازم نعالج هاي الأمور، لكن أفضل إنه نعالجها أيضا بطريقة ثقافية فنية. إحنا مش رح نرد على العنف في عنف. إحنا بحاجة هيك أنواع من حفلات ويعني ندوات ثقافية يعني هالشكل بأم الفحم. أم الفحم بتمر بأزمة كثير صعبة، حسب رأيي الحل الأساسي فيها هو إنه نكثر من هيك ندوات عشان الناس تلتهب إشي بعيد عن العنف وعن المشاكل وعن الفتن وعن النقاشات الفيسبوكية المفروغ منها. خامات رخيمة وأصوات تذكرنا بالزمن الجميل تفاعل معها الجمهور الفحماوي بشغف كبير عن طريق الغناء تارة والتصفيق الشديد تارة أخرى، كما أن القاعة امتلأت بالكامل بعد إقبال غير مسبوق لشراء التذاكر، وهناك من حضر لاقتنائها على مدخل القاعة ولم يتمكن من ذلك لنفاذها جميعا. احنا عملنا اكثر من 15 عرض لست ام كلثوم، عملنا بكل المحلات تقريبا بالبلاد من المركز للشمال للجنوب، والصراحه احنا كثير تفاجئنا بالجمهور الموجود هون، جمهور كثير راقي. وقت ما كان في سمع كان يسمع، وقت ما كان في مجال يشارك كان يشارك، وتفاجئنا الصراحه، كان اول مره هيك بيكون عندنا جمهور اللي شارك بهذه الطريقة. هذا الجو يعني الفحماوي الراقي الذي رأيناه اليوم يبعث برسالة تفاؤل، رسالة محبة، ورسالة تسامح، ورسالة يعني تجمع أبناء البلد الواحد بهذه الأمسية الطيبة. نريد المزيد من المركز الجماهيري، نريد المزيد من فنانين ومن مبدعين. في ظل واقع مؤلم وحزين يعيشه مجتمعنا العربي عامة ومدينة أم الفحم خاصة جراء حوادث العنف وجرائم القتل المستمرة، يأتي هذا العرض وغيره من عروض ثقافية فنية إبداعية ليعكس صورة أكثر إشراقا لمجتمعنا، تبعث الأمل بالنفوس وتبشر بمستقبل أفضل.